الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله كريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم سنناقش ما قدمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس. والله في الواقع محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، إنه أفضل قدوة. أنس، ما هو أفضل الشيء قدمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس؟ الأمر الأول الذي أعطاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم للبشرية هو الخضوع لله الواحد وحده. بوحي عند الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم للبشرية من عطاءات والخضوع للناس آخرين إلى العبادة والخضوع لله الواحد الله وحده لا تربط به شيئا، وبذلك تحرر البشرية من العبودية لغير الله، وهذا أعظم شرفا للبشرية. التسليم مبدأ مهم وقائم على الإيمان بالله، والإيمان بالله هو الإيمان بأنه تعالى هو الإله الحق، لا يستحق غيره العبادة إلا هو، حتى يكون تعالى هو الرب وملك كل شيء، أنه سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة الحاقة، بسم الله الرحمن الرحيم، فصبح باسم ربك العظيم. وقال تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة التور، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الليل فصبحوا وإدبار النجوم. وقال تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة القاف، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الليل فصبحوا وأدبار السجود. لذلك أيها الإخوة والأخوات، يجب أن نخضع إرادتنا ولإرادة الله سبحانه وتعالى ولإرادة الله وحده، والله أعلم. ما شاء الله، بارك الله. أنس، أبو بكر، كيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم للبشر المحررين من العبادات الباطلة؟ بوحي من عند الله حرر محمد صلى الله عليه وسلم العقل البشرية من الخرافات والخداع والاستسلام لأشياء عبادة باطلة، وكذلك تلك المفاهيم المخلفة لعقل، مثلا اللاداعية بأن الله أبناء البشرية صحنا به من أجل خطايا أبشرية. قال الله تعالى في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تبارك الله. حمزة، ما هي الحقوق التي أعطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين؟ أرسى محمد صلى الله عليه وسلم سوس التسام بين الناس. قال الله تعالى في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كما أوضح محمد صلى الله عليه وسلم حقوق غير المسلمين الذين لا يشينون حربا على المسلمين، يضمن حماية أرواحهم وأولادهم وممتلكتهم وشرافهم حتى اليؤم في العديد من البلدان الإسلامية. هناك موطنون يهود ومسيحيون يعيشون في سلام وأمن. نظر الله وفقكم الله. حسين، أعطى الدليل محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للأمة جمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كان محمدا رحمة بعثه الله جميع الشعوب بغض النظر عن العرق المعتقد به. إن تعليمية تشمل رحمة حتى للطيور والحيوانات والنهاء عن إزاية بغير الحق. صحيح البخاري قال الله تعالى في سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. حياك الله. زاد: قل لي أنه لا فرق بين الأنبياء. قال الله تعالى في سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الله يجزيك، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي وفقنا وألف بيننا، اللهم ارزقنا الهداية والسعادة، اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والجمال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.